يشهد ملعب طنجة الكبير ابن بطوطة إصلاحات على عدة مستويات تأهبا لاحتضان كأس العالم للأندية 2022، والتي ستقام بالمغرب خلال الفترة الممتدة من فاتح فبراير المقبل إلى 11 منه. وكشفت مصادر مطلعة لقناة اليوم 24 أن الأشغال تسير على قدم وساق داخل الملعب وخارجه من أجل تجهيزه للمونديال، والذي سيلعب أيضا على أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط. وأوضحت المصادر ذاتها بأن الإصلاحات تهم المدرجات الجانبية والعشب والمرافق المحيطة بالملعب، مبرزة أن الأشغال وصلت إلى نسبة 80%. وأضافت ذات المصادر بأن الإصلاحات ستنتهي قبل بداية كأس العالم للأندية بأيام. ويمثل نادي الوداد الرياضي المغربي في هذه النسخة المونديالية للمرة الثانية في تاريخه بصفته بطلا للقارة الإفريقية، وذلك بعد تتويجه بلقب النسخة الماضية من دوري الأبطال. كما أن هذه النسخة ستعرف مشاركة 7 أندية من بينها 3 أندية عربية. ويتعلق الأمر حسب ما تم الإعلان عنه رسميا حتى الآن بكل من الوداد البيضاوي من المغرب بطل إفريقيا، والهلال السعودي بطل آسيا، والأهلي المصري وصيف بطل إفريقيا، بالإضافة إلى فريق ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا. وكان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن منح المغرب شرف تنظيم منافسات كأس العالم للأندية في فبراير المقبل. وجاء هذا القرار حسب ما أعلن عنه رئيس الفيفا عقب اجتماع عقده مجلس الفيفا بالعاصمة القطرية الدوحة، حيث تمت الموافقة على منح المغرب تنظيم كأس العالم للأندية في فبراير المقبل. المشروع الجديد لتهيئة ملعب طنجة الكبير سيكلف زواء 20 مليار سنتيم، يهم بناء مدرجات جانبية بسعة 20,000 مقعدا جديدا من أجل رفع الطاقة الاستيعابية للملعب إلى 65,000 مقعدا، إلى أنه لن يشمل تسقيف المدرجات الجديدة، حيث من المنتظر أن يتم رصد غلاف مالي آخر لاستكمال تغطية مدرجات الملعب كاملة. ويعد ملعب طنجة من بين معالم مدينة طنجة، وقد كان هذا الملعب فال خير على فريق اتحاد طنجة، حيث بفضله تمكن من الفوز بالبطولة الاحترافية وكذا وصوله لنصف النهائي من كأس العرش. كما احتضن مباريات اتحاد طنجة في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. واحتضن ملعب طنجة العديد من المباريات الدولية كمباراة كأس السوبر الإسباني سنة 2018، حيث جرت مقابلة بين فريق برشلونة وإشبيليا، وكأس السوبر الفرنسي المنعقدة سنتي 2011 و2017، بالإضافة إلى نهائيات كأس الشان الإفريقي. عبد الملك العاقل لقناة اليوم 24 طنجة.